سبحانك يا ربي سبحانك، سبحانك يا ربي سبحانك، ما زال كتابك اعجازا قد ضم بديع الايات. تمضي الايام ورونقه اصفى من عطر الزهرات. لو كان على جبل يتلى لانهارت صمم الهضبات. يجزي الرحمن لقارئه اجر الفياض البركات، ويزف البشرى لحافظه ناصعة عبر الجنات. اخوتنا اخوات الايمان والاسلام، كل شيء في الدنيا وله حد، ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. فهي بنا اخوة الاسلام والايمان لنعيش ونتعايش مع خير الحديث وطيب الكلم، ونعيش مع الكتاب المحمود والذي انزل على نبي محمود بصوت القارئ الشيخ محمود محمد صابر، قارئ اتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي، والمقيم بالمعالي مركز مني القمح بمحافظة الشرقية. ندعو الله لفضيلته بالتجلي والتوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإن Yeah.
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا إلى ذكر الله
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم فاسعوا إلى ذكر الله 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 وذروا البيع ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم
يرحمه ويجعل مسواه الجنة ويجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويجعل قبره نور وأسعد لياليه وينور قبره بنور القرآن. الله يعينك كلك نور، الله يعينك كلك علم، يا عمة غالية يا عمة طاهرة يا أكبر عمة في مصر. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا بسم الله الرحمن
الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها تقواها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت
رسول الله ناقة الله وسقيا بس قوموا اسمع القرآن إنه صابر يزلزل الوجدان ولا شيخ محمود لا يفتح حديقه يزيد فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيا أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيا فكذبوه فعقروها فذمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. لا إله إلا الله. الأبيض وهي ليلة بيضة. والله كان قلب أبيض وهي ليلة بيضة. بارك فيك. الصبر قول. انت الاصل والباقي تقليد. لا والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,
والله كان بيحبك، اقسم بالله كان بيحبك. فاكر لما جالك هناك البيت؟ فاكر انا ما كنت من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. صدور الناس من الجنة والناس بطل يا بطل بطل والله العظيم بطل. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. الله إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين
صدق الله العظيم. الفاتحة. إلى روح الفقيد الراحل وإلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا وإلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وأصحابه الأعلام وإلى أولياء الله الصالحين لهم منا جميعا ثواب الفاتحة. هكذا إخوتنا إخوة الإسلام والإيمان قد فتح الله علينا بالذي هو خير، عشنا في رحب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي كانت ختاما لهذه الليلة، تلاها علينا ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الشهير بالتلاوة باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية وسفيرها الدائم في جميع أنحاء العالم أجمع فضيلة القارئ العلم الشيخ محمود محمد صابر قارئ القرآن الكريم والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. نقلناها لكم عبر أسير شبكات إذاعتنا المحلية الدولية منتقل للإذاعات الخارجية الصوتيات الحديثة لصاحبها الحاج محمد الخولي وأولاده المقيمين بالعوسكة مركزه هي بمحافظة الشرقية. ومن داخل كبرى شركة مخازن الفراشة الأهلية لصاحبها الحاج عبد الله أبو غنيمة وأولاده المقيمين بأبو نجاح الشرقية. وكما نقلناها لكم عبر أسير شبكات البث الهوائي والإنترنت كبير مخرج التصوير وعميد مصوري الحفلات والمناسبات الدينية مهندس ناصر صلاح مقيم بمركز زقازيق بمحافظة الشرقية. شاكرا ايضا الى اصحاب الخدمات الفندقية المتميزة المتر محمد ابو المجد والمتر السيد وجيه الشال المتر محمد عطاء المقيمين بالزمرانية كفر الشكر القليوبية. اخوتنا اخوة الاسلام والايمان الشكر موصول ايضا الى السادة كبار مقاولي اعمال الفراشة بالجمهورية والى السادة مقاولي اعمال الانارة مهندس ياسر فرج واخيه بدر فرج. الشكر موصول ايضا الى السادة كبار مقاولي اعمال البوفيات الذين اتوا مشاركين في تأدية واجب العزاء. ايها الاخوة المؤمنون تقدم باسم الاسرة الكريمة والعائلة الكريمة اسرة الراحل الكريم حج حمادة جعفر اسم اسرة الفقيد الراحل وعنده مهندس احمد جعفر استاذ ياسر جعفر استاذ اسلام جعفر استاذ حسام جعفر الحج حسني جعفر حج طلعت جعفر استاذ السيد جعفر وباسم السيد اللواء السيد عزب باسم عمود جميع الى جعفر وعائلات شريف وجميع اهالي قرية الزمرنية تقدمون بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى السادة أصحاب الفضل والأدب والواجب في كل مكان وزمان وإلى السادة كبار مقاولي أعمال الفراشة والبوفيات الذين أتوا مشاركين في تأدية واجب العزاء. إخوتنا إخوة الإسلام والإيمان إن لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى فلنصبر ولنحتسب وإنا لله وإنا إليه راجعون. وشكر الله سعيكم جميعا.